بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، الذي علمنا فأرشدنا فقال: خير الناس أنفعهم للناس. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا وينفع بنا. السادة الكرام، حضور اليوم ومتابعينا في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في القسم الثالث والأخير من مبادرة الفريق الخاصة بالمسابقة الطلابية في تطبيقات الأوفيس. هذا القسم ذو طابع مميز، فنحن على موعد مع تطبيق لا غنى عنه لدى الجميع، وهو تطبيق مايكروسوفت وورد. واليوم هو مميز أيضا بوجود مبدعتنا المتألقة دائما الأستاذة سهام أبو دوح، مشرف تطبيق وورد في المسابقة الطلابية ومعلم أول اللغة الإنجليزية ومعلم مايكروسوفت الخبير، والحاصلة على ماستر ام او اس 2016 و2019. نتمنى من الله عز وجل أن تستمتعوا معنا بهذه المحاضرة وتحظوا بما ترجونه منها، كما نتمنى لمبدعتنا الأستاذة سهام كل التوفيق والسداد. تفضل يا استاذ سهام. شكرا لحضرتك يا مستر مصطفى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضراتكم في اليوم الاخير، اليوم الاول من الجزء الثالث والاخير من مبادره الفريق لشرح برامج المسابقه العالميه مايكروسوفت اوفيس سبيشاليست تشامبيونشيب. وان شاء الله النهارده موعدنا مع برنامج الوورد زي ما مستر مصطفى قال في المقدمه. هندخل على طول في برنامج الوورد. برنامج الوورد هو احد برامج مايكروسوفت المكتبيه، هو برنامج لمعالجه النصوص والكلمات، بنستخدمه بشكل يومي وممكن من غير ما نحس. الورق اللي احنا بنتعامل بيه بشكل يومي بيبقى مكتوب من خلال الوورد. الناس بطلت تستخدم الكتابه خط اليد. برنامج الوورد بيوفر لي امكانيات ومميزات بتساعدني ان انا اتعامل مع النصوص وبشكل كمان بروفيشنال ومتقدم. اول حاجة هنبدأ بها ان احنا هندخل على البرنامج. طبعا لازم اكون انا مسطب مجموعة الاوفيس عندي على الجهاز، ومن ضمنها برنامج الوورد. هبدأ اروح للبرنامج. اول حاجة انا هروح لقائمة ستارت وأدور عليه ضمن البرامج اللي أنا منزلها عندي على الجهاز. هلاقيه في حرف W موجود عندي. كده أنا دخلت لبرنامج مايكروسوفت وورد. أو ممكن أروح عند خانة البحث وأكتب وورد، بمجرد بس ما هكتب حرف W بيجيب لي الوورد. ممكن أعمل له بن، أعمل له يعني تثبيت على الستارت او قائمة ستارت، وكده انا هلاقيه موجود قدامي ووصل له بسهولة في اي وقت. طيب، اخر طريقة للدخول للبرنامج، انا باجي في اي مكان على سطح المكتب، بكليك يمين وبروح لنيو، بيظهر لي قائمة بختار منها مايكروسوفت وورد دوكومنت، مستند مايكروسوفت وورد. الفرق بين الخطوة دي والخطوة اللي أنا بفتح بيها البرنامج من قائمة ستارت أو من عند البحث، إنه هو هنا بيكريت لي مستند وورد، وبيسمح لي كمان إن أنا أديله اسم. هو هنا كان كريت لي مستند، وكمان حفظه لي، حدد له لوكيشن أو مكان اللي هو الديسكتوب. أنا هديله اسم كده. انا انشات مستند وورد على الديسك توب وكمان سيفته. طيب، انا هفتحه، هيوديني على طول للواجهه الرئيسيه لبرنامج الوورد. احنا قلنا ان هو سابق بخطوه، ان هو انشا لي المستند وكمان اداله ايه، اداله اسم. طيب،
تعالوا كده نرجع. لو أنا من البداية هدخل على الورد من عند البحث أو حتى من قائمة ستارت، أول ما بروح للورد أنا منزلة وورد 365. حضرتك لو معاك 365 أو 2019 زي بعض، مش هيفرقوا كتير. ال 365 أنا منزلاه من حسابي الأوفيس، احنا لينا النسخ بنثبتها وبننزلها وكمان بنفعلها مفعلة وتمام شغالة معايا تمام. فحضرتك معاك 2019 ماشي، 365 ماشي. الشاشة دي شاشة البدء بتاعت المايكروسوفت وورد. الشاشة دي يعني فيها شوية حاجات جديدة. احنا لما بندخل هنا بتلاقي جود افترنون او جود ايفنينج جود مورنينج حسب التوقيت اللي انت فيه، وبلاقي ماي دوكومنت. بس لا ايه ده، لحظة بس عشان اللغة هنا متغيرة. معلش انا كنت مغيره اللغه. تمام كده، لحظات بس. الو مس سهام، اي مس مصطفى، المايك كان مقفول. تمام. تمام، هنقول تاني. دي شاشة البدء عندي لما بفتح البرنامج، بيوديني للشاشة دي قبل ما يوصلني أساسا للواجهة الرئيسية. الشاشه دي قلنا ان هي انا بلاقي هنا في تحيه جود ايفنينج جود مورنينج حسب التوقيت اللي انا فيه، بلاقي اسم البرنامج وورد
وبلاقي هنا مجموعة الملفات عندي، حاجة اسمها الريسنت وحاجة اسمها البنت وحاجة اسمها الشيرد ويز مي. الريسنت اللي هي الملفات الحديثة اللي أنا فتحتها مؤخرا، الملفات دي كلها أنا فتحتها مؤخرا فموجودة عندي على الجهاز. في حاجة عندي اسمها البند. البند يعني ايه؟ اللي هي المثبتة، جاية من البن اللي هو الدبوس. انا في مجموعة ملفات كل ما بدخل اتعامل مع المايكروسوفت وورد بحب ان انا الاقيها قدامي، لان انا بروح وباجي على الملف ده، فمحتاج ان انا الاقيه قدامي كل ما ادخل على البرنامج، فبعمل له عملية تثبيت. طيب بعمل له عملية تثبيت ازاي؟ اني انا بلاقي لما بقف على الملف كده بلاقي علامة زي علامة الدبوس كده قدامه، بكليك عليها فبينقله لي للبند. اهو اليوم الاول اتنين ده اتنقل لقائمة البند اللي هي المثبتة. طيب انا عايزة اشيله من التثبيت، مش عايزاه يبقى موجود في الملفات المثبتة، فانا بشيل علامة ايه؟ الدبوس وبيرجع في مكانه. التابة التالتة اللي هي شيرد ويز مي اللي هي تمت مشاركتها معايا. انا قلت لحضراتكم اني انا منزله الاوفيس 365. الاوفيس 365 انا نزلته من خلال حسابي، حساب الاوفيس اللي بيتيح لي النسخه، وبقدر اكتفها من خلال حسابي، هي كده متاكتفه تمام. طيب النسخه دي انا بقدر اشير ملف الوورد من خلال الوان درايف. انا بحفظ الملف بتاعي على الوان درايف وبشيره. شيره يعني ايه؟ يعني انا باخد رابط للملف وببعته لحد بنتشارك فيه بقى، بنعدل عليه مع بعض، ببعته له باخد رأيه فيه في حاجة معينة. فهي دي قصة المشاركة واحنا عارفينها من تطبيقات ال 365. فالشيرد ويز مي هلاقي مجموعة الملفات اللي تمت مشاركتها معايا. هنا ده مثلا ملف الأستاذ أفكار كانت مشيرة معايا. الملفات الشيرد ويز مي دي بتبقى متسيفه على الوان درايف، يعني تعتبر اونلاين. احنا برنامج الوورد بنشتغل عليه من البرامج المكتبيه اللي بنشتغل عليها اوفلاين، ولكن بيتيح لي امكانيه ان انا اشيرها اونلاين، ان انا بشتغل على الوورد اونلاين من خلال الشير. بيبقى فيه بعض الامكانيات والمميزات اللي بستفيد منها من البرنامج تمام. قصة الشير دي مش معانا، بس أنا حبيت أوضحها. طيب في عندي هنا بقى نيو بلانك دوكومنت. أنا دلوقتي لسه أنشأتش مستند، عايزة أنشئ مستند. عايزة أنشئ مستند، في حاجة عندي اسمها نيو بلانك دوكومنت، في سهم هنا جنبها أنا هكليك عليه عشان أشوف نوعية الملفات اللي أنا أقدر أكريتها أو أنشئها من خلال برنامج الوورد. هلاقي نوعين عندي من المستندات، في حاجة اسمها بلانك دوكومنت اللي هو مستند فارغ، وده بيبقى مستند فاضي مش فيه أي حاجة. أنا اللي ببدأ أنسق وحط التنسيقات وحط التكست وأعمل إدراج الصور وإدراج الجداول وكل حاجة والألوان والفونتات وكل حاجة أبدأ أنا أنسقها بنفسي، هو مستند فارغ مفهوش أي شغل. لكن انا لو رجعت للاوبشن الثاني بلاقي في حاجه عندي هنا اسمها التمبلت اللي هي القوالب الجاهزه. القوالب الجاهزه دي عباره عن مستندات وورد معده بتنسيقات معينه لموضوعات معينه، برضو انا باخدها وبشتغل عليها. بس اللي انا بعمله ان انا بعمل ايه؟ ان انا بعبي البيانات، بتبقى مستندات جاهزه. يعني مثلا انا هاخد ده، مثلا ده عباره عن سي في. طبعا التمبلت ده مش هشتغل معايا غير لما يبقى حساب بتاعي متاكتف وكمان متاح ليا اونلاين ان انا انزله. ده عباره عن سي في. السي في ده جاهز باعداداته بالفورمات بتاعه، بالخط، بلون الخط، حتى بمكان الصوره، بكل حاجه، بالتنسيقات بتاعته. كل اللي عليا ان انا بعمل ايه؟ اني انا بروح للداتا هنا وابدا اعبيها، اعبي بيانات مش اكتر. الصورة أشيلها أغيرها وأجيب صورتي أحطها مكانها تمام. هنا تمام،
تمام، وابدا بقى احط الداتا بتاعتي. يبقى هو عباره عن مستند جاهز، انا ما تعبتش نفسي فيه، جاهز بكل حاجه. عايزه اغير في التنسيقات بتاعته، عندي هنا مثلا في الديزاين اروح للثيم، ممكن اغير في الالوان بتاعته والتنسيقات لو انا عايزه. يبقى ده مستند جاهز، وانا كل اللي عملته ان انا عبيت ايه، عبيت بيانات. دي اسمها تمبلتس او قوالب جاهزه. طيب افرض ان انا بقى عايزه حاجه مش موجوده في التمبلتس دي، في عندي انا هنا حاجه اسمها مور تمبلتس، حاجات اضافيه او تمبلتس اضافيه. بيجيب لي هنا بقى ايه، قائمه بالتمبلتس المتاحه، وكمان عندي هنا مربع للبحث اقدر اكتب اسم التمبلت اللي انا محتاجاه اونلاين وانزله عندي في البرنامج بتاعي. هكتب مثلا، هكتب مثلا سيرتيفيكيت، شهاده، انا محتاجه شهاده، هيجيب لي التمبلتس اللي جاهزه للسيرتيفيكيتس دي اونلاين. انا هبدا بقى اخدها واقول له كرييت واشتغل عليها كده. انا هعمل شهاده متصممه، بدل بقى ما اروح برنامج زي الفوتوشوب ولا لا، انا خلاص انا عندي شهاده جاهزه. هغير بس في الداتا، في المدخلات بتاعتي، البيانات بتاعتي، عايزه اغير زي ما قلت لكم في الالوان والفونتات، اغير براحتي تغييرات بسيطه بس مش اكتر، واحط الداتا بتاعتي كده. انا بقى عندي مستند او عندي شهاده سيرتيفيكيت جاهزه، انا ما تعبتش فيها، هي عباره عن تمبلت او قالب جاهز. ده بالنسبه للتمبلتس المتاحه عندي. طيب احنا هنشتغل بقى على البلانك دوكمنت، لان طبعا اغلبنا بيحب يشتغل على المستند بنفسه، يحط المدخلات بنفسه، التكست تكتب التكست وتحط التنسيقات اللي تريحك، وحسب الحاجة اللي انت هتعملها، هتعمل دليل إرشادي، هتعمل مثلا رسالة علمية، ماجستير ولا دكتوراه. فبالتالي انت محتاج ان انت تعمل اعدادات التكست بتاعتك براحتك. طيب اول انا ما قلت له البلانك دوكومنت، وداني للواجهة الانترفيس بتاعت البرنامج او واجهة المايكروسوفت وورد، وهي واجهة سهلة مش صعبة، ويمكن اغلبنا اتعامل معاه قبل كده. برنامج الوورد زيه زي برامج الاوفيس التانية، بيتكون من عدة اجزاء، هنتعرف عليهم مع بعض واحدة واحدة. اول حاجة هنا انا عندي اسم المستند، انا بمجرد ما بقول له كريت لي مستند فارغ بيديله اسم افتراضي دوكومنت 1 مثلا او دوكومنت 2 3 4 حسب عدد الدوكومنتات اللي انا فتحتها، بيديله الاسم الافتراضي ده لحد ما انا اروح واعمل له عمليه الحفظ. تمام، طيب تعالوا نحفظه قبل ما ندخل نبدا نحكي في باقي الحاجات ونعمل له حفظ. اي مستند عشان اشتغل عليه اقفل جهازي واروح واجي وارجع له لازم يكون محفوظ عندي على الجهاز. وعشان احفظ اي مستند لازم له حاجتين، ان انا ادي له اسم واحدد اللوكيشن او المكان اللي انا هحفظه فيه علشان بعد كده اقدر ارجع له بسهوله. فانا هروح لفايل وهروح للامرين عندي اللي هم سيف وسيف اس. سيف وسيف اس للوهله الاولى كده يبدو ان هم شبه بعض، انا لما بحفظ المستند بسيف بيفتح لي المربع الحواري دي او النافذه دي علشان يبدا يسالني انت عايزه تسمي المستند بتاعك ايه وعايزه تحفظيه فين. حفظ المستند بتاعي هنا في اكتر من مكان اقدر احفظه فيه، اقدر احفظه اونلاين زي ما قلت لكم في الملفات اللي هي شيرد ويز مي، انا ببقى حافظاها اساسا على الوان درايف. يعني ايه حافظاها على الوان درايف؟ يعني حافظاها في اللي هو التطبيق الوان درايف اللي احنا واخدينه، اللي هو عبارة عن تخزين سحابي بتوفره لي مايكروسوفت، ان انا بخزن الملفات بتاعتي ولكن مش بخزنها على الجهاز، انا هنا بخزنه على السحاب، بخزنه اونلاين. ودي فيها مميزات ان انا بقدر اوصل للملف بتاعي لاي مكان وفي اي وقت، لان هو بمنتهى البساطة متخزن على الانترنت كده يعني عشان نفهمه. تمام، فانا معايا انترنت ومعايا جهاز في اي مكان هقدر افتحه. ده مكان تخزين الملف بتاعي. الأغلبية مننا طبعا بنسيف الملفات بتاعتنا على الأجهزة بتاعتنا، بنسيفه على الوان درايف في حالة ما كون هنشيره
او بحد ما نكون احنا عايزين نحتفظ بيه كنسخه اونلاين. احنا هنحكي بقى في قصه ان انا هسيفه على الجهاز بتاعي. في عندي هنا اوبشنين، في عندي زيس بي سي وعندي براوز. زيس بي سي ويمكن كلنا مهملينها ومش بنبص لزيس بي سي دايما، بنروح لما بنحفظ الملف بنروح لبراوز. كلاهما بيجيب لي او بيفتح لي الجهاز، بيتصفح لي الجهاز بتاعي وبيبدأ يفتح لي الاماكن او البارتيشنات بتاعتي وبيقول لي بقى حددي هتحفظي الملف بتاعك ده فين، حددي المكان، وكمان اديله اسم والتايب او النوع بتاع الملف. انا هديله اسم تمام، وحددت مثلا انا هحفظه على الديسكتوب، هقول له سيف. بمجرد ما قلت له سيف، اديت للمستند بتاعي اسم وحددت له كمان مكان على الديسكتوب، ها اللحظات أسستنا مس سهام، بس هتظبط الصوت وراجع أقل من دقيقة إن شاء الله وهتتابع معاكم. تمام كده؟ اقفلي صوت اللاب خالص يا مس سهام. ماشي. كويس كده؟ اه كده تمام خالص. طيب أكمل ولا إيه؟ ايوه استمري زي الفل كده تمام، الدنيا اتظبطت. الحمد لله. كنا بنقول ان احنا ايه، بمجرد ما بعمل حفظ للملف بينزل اسم الملف هنا مكان دوكومنت اللي هو الاسم الافتراضي للدولي، خلاص اداني الاسم بتاع المستند. طيب احنا قلنا ان سيف زي سيف اس في المره الاولى، انا لو رحت لسيف او سيف اس بيفتح لي النافذه دي اللي هي بحدد فيها مكان واسم للمستند. لكن انا لما بروح لسيف في المرة الثانية بعد ما كنت خلاص اديت اسم وحددت مكان للمستند، لما بروح سيف مش بيظهر لي زي ما انتوا شفتوا كده، انا لما كليكيت على سيف ما ظهر ليش الشاشة اللي هي حدد فيها اسم ومكان لان خلاص انا حفظته. امال بيعمل ايه سيف دي؟ بمجرد بس انا بعمل اضافة للمستند او اي تغييرات بيعمل لي زي ابديت، يعني بيحفظ لي التغييرات اللي انا ضفتها للمستند بتاعي. ده بالنسبة لسيف. طيب سيف اس بقى، سيف اس دي بقى بتختلف، اني انا لما بروح لسيف اس حفظ باسم انا كده معناها ان انا بدي البرنامج امر اني انا عايزه اغير حاجه، مش هغير في المحتوى لكن انا عايزه مثلا اخد كوبي من المستند ده واحفظه في مكان تاني، او عايزه اغير الامتداد بتاع المستند ان انا مثلا عايزه احفظه كبي دي اف. لو رحنا لزيس بي سي، قلت لكم زيس بي سي بيفتح لي الجهاز هنا عندي،
بيجيب لي كل الحاجات اللي عندي. في عندي هنا السهم انا بكليك عليه بيجيب لي بقى كل الفولدرات والبارتيشنات اللي عندي، وابدأ بقى افتحها. كمان ممكن اكريت فولدر وانا هنا في الشاشة دي جوه المكان ده، اعمل فولدر جديد على الديسكتوب او في المكان اللي انا عايز احفظه فيه وادي له اسم، وبعد كده ادي اسم للمستند. اذا سيف از انا لما بغير حاجة على المستند انا كنت اوريدي حفظته، بس انا عايزه اخد كوبي منه، عايزه احفظه كبي دي اف، عايزه اغير الامتداد بتاعه، عايزه اغير المكان، فبالتالي انا بروح لسيف اس. ده بالنسبه للفرق بين سيف وسيف اس. طيب نرجع بقى كده للواجهه بتاعتنا بعد ما حفظنا المستند بتاعنا. عايزين نتعرف هنا بقى على المكونات الواجهة الرئيسية عندي. أنا قلت إن أنا عندي هنا الـ اسم الملف اللي أنا حفظته، بلاقي هنا برضو في عندي الشريط اللي من فوق ده اسمه Quick Access Toolbar. ايه Quick Access Toolbar؟ انتوا زي ما انتوا شايفين في عندي هنا ايقونة اللي هي بتاعت السيف الحفظ، في عندي الامر اللي هو دو وريدو، وفي عندي امر اللي هو البلد. طب ايه مجموعة الاوامر دي؟ ايه Quick Access Toolbar دي؟ Quick Access Toolbar عبارة عن مجموعة اوامر انا بخليها هنا قريبة على اساس اني انا بستخدمها كتير. نفس الكلام زي حكايه البند دوكومنت، هنا انا بعمل مجموعه اوامر بحطها هنا في الكويك اكسس تول بار بحيث تبقى قريبه مني انا بستخدمها على طول. يعني بدل ما انا اروح لهوم واقعد ادور على سيف، ولا اروح لهنا انسيرت، او اروح لدرو، او اروح لديزاين وفي حاجه معينه انا عايزه اثبتها هنا، انا بعمل ايه؟ انا بخليها في الكويك اكسس تول بار. طيب الكويك اكسس تول بار كده انا بلاقي هنا اللي هو السهم ده اللي نازل، لما بفتحه بيديني مجموعة الأوامر اللي أنا أقدر أحطها في الكويك أكسس تول بار. العلامة هلاقي قدامها علامة تشيك، علامة صح، تمام، دي معناها إن هي موجودة ضمن الأوامر اللي هي في كويك أكسس تول بار. عايزة أضيف حاجة، عايزة أضيف مثلا درو تيبل مثلا، برسم جداول كتير، فأنا محتاجة إن الأمر ده يبقى قريب مني هنا، بدل ما أروح لإنسيرت وتيبل وأدور على درو تيبل، لأ أنا هلاقيها في الكويك أكسس تول بار. تمام، عايزة أضيف تاني بروح للامر وبعلم عليه، بتظهر قدامه اللي تشيك دي. طب انا عايزه اشيله بقى، بروح عليه وكليك تاني هيختفي عندي من الكويك اكسس تول بار. يبقى هو مجموعه اوامر انا بضيفها هنا. طيب لو امر مش موجود في المجموعه دي انا بجيبه منين؟ عندي الاوامر بتاعتي دي، اي امر انا بقف عليه بكليك يمين بلاقي اول امر يظهر لي اد تو كويك اكسس تول بار، يعني ضيفه لي للكويك اكسس تول بار، شريط الوصول السريع. اهو حرف البي اللي هو البولد بقى من ضمن الادوات دي. طب انا عايزه اشيله، هكليك عليه واقول له ريموف فروم كويك اكسس تول بار وهكذا. طيب مكان الكويك اكسس تول بار زي ما انتم لاحظتوا انا في الاول كان تحت، طب انا عايزه انزله تحت، ممكن احتفظ بيه هنا جنب شريط العنوان، ممكن انزله تحت اقول له شو بيلو ذا ريبون، يعني اظهري تحت شريط الريبون. اه بقى تحت، وضعيته او مكانه بتختلف حسب رغبتي. ما انا عايزه اخليه اباف، عايزه اخليه فوق بخليه فوق، عايزه اخليه تحت بخليه تحت. في عندي برضو هنا مور كوماندز، اوامر اكتر، اللي هي لو فتحت فايل واوبشنز هتظهر لي، اللي هو الكويك اكسس تول بار. اقدر اضيف اوامر الكويك اكسس تول بار، بلاقي الكوماندز كلها الاوامر كلها هي موجوده هنا، بعلم على الامر اللي انا عايزه اضيفه، وبعد كده بتتفعل معايا اد، يعني ضيفهولي، بيضيفهولي للكويك اكسس تول بار اللي هو الامر كات، وهقول له اوكي. بطلع بلاقي اهو الامر كات بقى ايه، بقى موجود ضمن مجموعه اوامر الكويك اكسس تول بار. خلاص، طيب هاجي هنا بقى هلاقي عندي قبل ما نروح للجزئيه دي، هلاقي عندي هنا حاجه اسمها التابس، التبويبات، مجموعه التبويبات اللي هي بتنبثق منها مجموعة أوامر. التبويبات والأوامر دي عبارة عن أوامر بتساعدني أني أنا أنسق
المستند بتاعي بطلعه بالصورة اللي أنا عايزاها، التنسيقات المختلفة اللي أنا بستخدمها خلال البرنامج مايكروسوفت وورد، لما أنا ماشي كده مجموعة أوامر أنا بستخدمها، كل تبويب في مجموعة أوامر بتنبثق منه، هناخدها مع بعض بالتفصيل. مجموعة الأوامر دي هلاقيها برضو متقسمة، دي اسمها شريط الريبون، تمام، أو الأوامر. الريبونز دي متقسمة لجروبس، مجموعات، هلاقي مجموعة هنا في هوم مثلا، تبويب هوم، بلاقي في مجموعة الكليب بورد، مجموعة الخاصة بالقص واللصق والنسخ، هلاقي مجموعة الفونت، أي حاجة تخص الفونت هتلاقيها متنظمة ومع بعضها محطوطة في الجروب ده، بحيث أنت ما تتهش. يعني أنا مثلا محتاجة أعمل خط بولد بلاقيه هنا، ما روحش أنا مثلا عايزة أكبر الخط أروح ألاقيها في مجموعة تانية أو ألاقيها في تبويبة تانية. فهو نوع من النظام، منظم لي مجموعة الأوامر في مجموعات متجانسة ومتناسقة مع بعضها، كل تبويبة فيها مجموعات وكل مجموعة كمان هتلاقوها متناسقة مع بعضها. يبقى ده شريط التبويبات أو التابس، وده الريبون أو شريط الأدوات أو الكوماندز، تمام؟ طيب، العلامات اللي فوق دي أو الأوامر اللي فوق دي اللي احنا عارفينها طبعاً، أن أنا عايزة أقفل الوورد خالص، بقفله من هنا، لا أنا عايزة أصغره تحت، أنزله تحت في التاسك بار، فهينزل لي تحت، تمام؟ الأمر ده متعلق بقى بالريبونز والتابس. دلوقتي أنا المساحة دي اللي واختها التابس والريبونز كبيرة، فأنا مش محتاجة إن الأوامر دي تظهر قدامي، فأنا بروح هنا وبحدد اللي أنا عايزة أظهره. أنا مثلا عايزة أخفي الريبونز ده، شريط الريبون كله، فهكليك كده عليها أقول له أوتو هايد، كده أخفالي شريط الريبون، وأنا بشتغل مع المستند عادي، بكتب بقى، مش بستخدم الأوامر، فأنا مش عايزاها تظهر، عايزة المساحة تكبر على قد ما أقدر. لا طب أنا عايزة التبويبات بس، هقول له show tabs، تمام؟ لا طب أنا خلاص أنا عايزة التبويبات والأوامر تظهر كلها، فهقول له show tabs and commands. ده بالنسبة للأوامر اللي هي تصغير وتكبير، ودي برضو أنا بصغر أو بكبر حجم المستند لو أنا عايزة أعرض أكتر من صفحة، فبالتالي بصغر حجمها وبعرضهم جنب بعض. ده بالنسبة لشريط الريبونز أو الأوامر والتبويبات. خلاص نزل تحت بقى المساحة دي، اللي هي المساحة اللي أنا بكتب فيها المستند بتاعي، وأبدأ بقى أدخل النص بتاعي وأبدأ أشتغل من التبويبات دي علشان أطلع النص بالشكل اللي أنا عايزة. طيب أنا عايزة أفتح مستند، إحنا كده أنشأنا مستند. لو أنا عايزة أفتح مستند موجود عندي على الجهاز أو أي مكان مكانه، بروح لفايل، ومن فايل بروح للأمر open. open يعني فتح، هيبدأ بقى يفتح لي الأماكن اللي موجودة عندي. أنا عندي لو أنا هفتح حاجة موجودة على الون درايف، لو أنا هفتح حاجة موجودة في جهازي، أو الحاجات اللي إحنا قلنا عليها اللي هي الحاجات الأخيرة اللي أنا فتحتها، أنا هعمل براوز أو هقول زيز بي سي، هروح مثلا على الديسكتوب وهفتح مستند وليكن ده، ده مستند وورد. طبعا أنا بتعامل مع برنامج الوورد من خلال الكيبورد، أنا بستخدم الكيبورد للكتابة، تمام، دي كلها حاجات احنا عارفينها، بكتب وفي مسافة عندي للمسطرة، عايزة أنزل باراجراف جديد بكليك انتر، عايزة أرجع بكليك باك سبيس، في مجموعة حاجات في الشورت كاتس وحاجات في الكيبورد هستخدمها عشان تساعدني في استخدامي لبرنامج الوورد، واحنا وماشيين يعني هنتعرف على الحاجات دي واحدة واحدة. تعالوا كده بقى نروح لتبويب هوم، ده أول تبويب، ومن التبويبات المهمة عندي لأن أغلب الأوامر بلاقيها مع النصوص بالذات متركزة في تبويب هوم وإنسيرت، هما كلهم طبعا يعني أوامر وحاجات بتساعدني في إخراج النص بتاعي بالشكل اللي أنا عايزة، لكن تبويب هوم وإنسيرت مليانين فهنتعرف عليهم بالتفصيل. أول حاجة عندي مجموعة الكليب بورد، مجموعة الكليب بورد دي اللي هي بتختص بقص ونسخ ولصق
اي مستند عندي. انا دلوقتي كتبت النص اللي انا عايزاه، تمام؟ عايزه كتبت الباراجراف ده. اول حاجه قبل ما اشتغل في حاجه عندي اسمها select and effect، يعني حدد وبعد كده حط التاثير اللي انت عايزه. انا كتبت النص بتاعي او المستند بتاعي او الفصل بتاعي اللي انا كاتباه اي مكان، وعايزه ابدا انسقه. علشان انسق اي حاجه لازم اعمل لها سيلكشن او تحديد، وبعد ما اعمل لها تحديد احط الايفكت بقى اللي انا عايزه احطه. عشان كده قلت لكم سيلكت اند ايفكت. طيب قواعد السيلكشن كده بسيطه معانا. انا دلوقتي عايزه اختار كلمه، فانا دبل كليك عليها بتختار لي كلمه. طيب انا عايزه اختار باراجراف، بقف كده في اوله او في نص الباراجراف وبكليك 3 كليكات، 1 2 3 بيعمل لي سيلكشن لباراجراف كامل. طيب انا عايزه اختار سطر، في عندي طريقه اللي هي السحب، انا بقف في اول السطر. مهم جدا الاتجاه، يعني انا النص عندي هنا انجليش، هقف على الشمال وابدا اسحب. انا بكليك بزر الماوس الايسر وبسحب، بسحب لحد ما اوصل للكلمه او السطر اللي انا عايزه احدده. واشيل ايدي بكده، انا عملت سيلكشن لباراجراف بطريقه السحب، او زي ما قلت لكم 3 كليكات عليه هيعمل لي سيلكشن لباراجراف كامل. طيب انا عملت سيلكشن لباراجراف وكتبت الباراجراف ده. اول امر انا محتاجه اني انا اخد كوبي من الباراجراف ده او حتى كلمه ايا مكان السيلكشن بتاعي، خليها سطر. انا محتاجه اخد كوبي من السطر ده، هيتكرر معايا كتير فانا محتاجه اخد منه كوبي. فعلشان اخد منه كوبي بروح لمجموعه الكليب بورد، بروح للامر اللي هو اسمه كوبي، لو علامه الورقتين دول كوبي. طيب في حاجه تاني للامر كوبي؟ ممكن اقف كليك يمين عليه واقول له الامر كوبي. في طريقه تاني؟ من الكيبورد كنترول سي. كنترول سي بيديني نسخه من السليكشن اللي انا محدده كده. انا بقى معايا في الكليب بورد كوبي. هبدا بقى اروح فين؟ ابدا اروح في المكان اللي انا عايزه احطها فيه، واقف بالمؤشر، ومهم جدا ان انا ابقى عارفه المؤشر بتاعي فين، والاقيه كده بيومض بيتحرك، معناها ان انا موجوده في المكان ده. واقول له بقى ايه؟ اقول له الامر هنا بيست، او انا هعمل تراجع دلوقتي اندو او كنترول زد. تراجع يعني بتراجع عن الامر اللي انا عملته في الاخر. كنترول زد كده رجعني عن الامر الاخير. احنا قلنا بيست من هنا، او كليك يمين واقول له بيست. لما بقول كليك يمين وبيست بتظهر لي 4 اوامر للبيست. الاوامر دول بيختلفوا عن بعض. اني انا اول حاجه البيست الاولانيه لو انا بخلي الفورمات بتاع السطر اللي انا جبته زي ما هو، يعني هو واخد لون، هو واخد حجم معين، بجيبه بالتنسيقات اللي معموله عليه. كيب سورس فورماتنج، يعني احتفظ بالتنسيقات بتاعه الكوبي اللي انت جايبها. الثانيه ميرج فورماتنج، يعني احنا هنعمل دمج، هنعمل زي توفيق بين اللي انا جايبه والتكست اللي هو اتحط معاه. الثالثه ان انا هحطه كصوره، والاخيره ان انا هجيبه كتكست اونلي من غير اي تنسيقات معموله عليها. احنا اساسا اللي احنا جايبينه ده مش عليه اي تنسيقات، تمام؟ فهي هتبان اكتر لو انا عامل اي تنسيق على النص اللي انا جايبه. ده بالنسبه لبيست من كليك يمين. يبقى كليك يمين وعندي 4 اوبشنز لللصق. طيب في عندي برضو بيست من الكيبورد اللي هي كنترول في. هقف هنا، انا هنا تاني، هقف كده كنترول في، برضو عمل لي عمليه اللصق. يبقى انا عندي كنترول سي كات، علامه المقص بعمل كات، او كليك يمين وكات، بعد كده كليك يمين وبيست او كنترول في. ده بالنسبه لامر الكات والبيست. طيب لو انا عايز احتفظ بالسطر ده، تعالوا نديله اي افكت كده. لو السطر ده انا عايزه احتفظ بيه زي ما هو في مكانه، احنا خدنا منه كوبي، لا دلوقتي انا عايزه اشيله خالص، احنا
احنا خدنا منه قبل المره اللي فاتت. دلوقتي انا عايزه اشيله من هنا خالص، اعمل له موف، عمليه تحريك، احركه يعني هشيله من المكان ده خالص. فانا اعمل له عمليه كات، تمام، اللي هي كنترول اكس. عملت له كات، وهروح فين؟ هروح احطه في المكان اللي انا هحطه في المكان الجديد اهو. بصوا اللي هي كيب سورس فورماتنج اهو، بالفورمات بتاعه اللي هو انا عاملاه بولد هنا، يعني دمجت، عملت عمليه موافقه بين اللي انا جايباه وبين التكست اللي اتحط معاه، او هلزقه كصوره او هجيبه من غير اي فورمات، التكست بس هو اللي هستعين بيه واحطه هنا واعمل له عمليه لصق. خلاص، ده بالنسبه لمجموعه الكليب بورد. طيب في حاجه عندي هنا بقى في الكليب بورد، السهم ده لما بدوس على السهم ده هلاقي اتفتحت لي كده بين البين، دي عباره عن ايه؟ البين دي هلاقي فيها مجموعه الحاجات اللي انا عملتها، عملت لها كات او عملت لها كوبي، هلاقيها موجوده عندي هنا. بس هعمل ايه بقى؟ مش هضطر ان انا كل ما اعوز السطر ده اروح له واخد منه كوبي ولا لا، ده انا هلاقي مجموعه الكوبيز الاخيره اكتر من كوبي انا عملتها محتفظه بيها هنا في الكليب بورد، بروح لها وبقف عندها بس، يروح ايه يعمل لي عمليه بيست ليها. دي واخدها من بدري انا، دي قبلها اهي، دي قبلها، وهكذا. يبقى هي الكليب بورد بيحتفظ لي بالنسخ اللي انا خدتها، تبقى موجوده كده تحت بعضها، وانا ببدا بقى ايه وقت ما احتاجها. انا حاجه بكررها كتير في المستند، طول ما انا بكتب في المستند بكتب كلمه تطبيق مايكروسوفت وورد، فانا طالما انا بكتبها كتير باخدها في الكليب بورد عندي كوبي، واول ما يجي مكانها اروح اعمل لها بس اكليك عليها الاقيها عمل لي عمليه بيست ليها. ده بالنسبه لل الكليب بورد. طيب هنا اللي هي الفورمات بينتر، اللي هي نسخ التنسيقات، بمعنى انا دلوقتي عملت تنسيق للباراجراف ده، عملته بولد، اديته لون، تمام، عايزه اخد التنسيق بتاعه واحطه على الحاجات اللي انا خدتها كوبي دي مثلا، او اي حته في المستند. فانا بعمل ايه؟ انا بقف عليه، بقف ان شاء الله حتى على حرف او احدده كله مش مهم، المهم ان انا ابقى محدده كلمه او حرف فيه ليها التنسيق ده، واروح هنا في مجموعه الكليب بورد واقول له فورمات بينتر. لما هقول له الامر فورمات بينتر هلاقيني كده مسكت في ايدي فرشه، والفورمات بينتر هلاقيها كده خدت كده ظل كده، معناها ان انا ايه، ان انا ماسكه الامر ده او الامر ده مفعل. هبدا بقى اروح للمكان اللي انا عايزه اخد التنسيق ده وانقله لي، هروح كده واقف جنبه كده واسحب، الاقي اهو الفورمات بتاع التكست ده اتطبق على الجزء الثاني اللي انا حطيت فيه البينتر. طيب البينتر هنا كده مش مفعله، يعني معناها اني انا مش ماسكه البينتر في ايدي. طب افرض اني انا عايزه البينتر تستمر معايا لوقت اطول، بحيث انا هعمل اكتر من حاجه في المستند، فانا بعمل ايه؟ انا هدبل كليك عليها كده، انا ماسكه البينتر في ايدي وهروح اطبق. البينتر فين؟ اهي انا لسه موجوده معايا لسه، لان انا عملت دبل كليك عليها. هروح اعمل التنسيقات اللي انا عايزاها، احنا خدنا من الثاني، بص تمام بقى كده انا الفرشه لسه موجوده معايا، اعمل بقى اطبق التنسيق على النص اللي انا عايزاه براحتي، وبعد كده بقى عايزه احرر نفسي منها، يا اما هكليك عليها يا اما هكليك اسكيب من الكيبورد، اسكيب تخرجني منها، او هديها كليكايه. كليكايه معناها كده ان انا وقفت ايه، وقفت الفورمات او نسخ التنسيقات. ده بالنسبه لمجموعه الكليب بورد. نروح على المجموعه الثانيه، لمجموعه الفونت او الخط. مجموعه الفونت هلاقي كل ما يخص الخط فيها، من نوع الخط هلاقي هنا مجموعه خطوط عربيه وانجليزيه. انا بقف على، طبعا زي ما قلت لكم من المهم جدا عمليه السليكشن، انا محدده الحاجه اللي انا هعمل لها هطبق عليها الخط، تمام،
براحتي بقى. لو انا عايزه احدد المستند كله في حاجه عندي اسمها كنترول A او سيلكت اول. سيلكت اول يعني اختار الكل، حدد لي كل المستند وطبق عليه. هطبق عليه ايه بقى؟ هروح هنا بقى لمجموعه الخط، انا عايزه اطبق الخط ده. انا هنا بستعرض مجموعه الخطوط، واثناء استعراضي لمجموعه الخطوط هو بيبدا يطبقها لي على التكست اللي انا محدداه. هو كده لسه ما طبقش، هو بس بيديني بريفيو، عمليه معاينه. كل ما اقف على خط بيديني بريفيو ليها، انا بشوف بقى الخط اللي يريحني تمام استقريت عليه، هكليك بقى عليه. الكليكه دي معناها ايه بقى؟ معناها ان انا طبقت الخط ده، وهلاقي اسمه ظهر لي هنا فوق اريال بلاك. طيب جنب منها هنا في حجم الخط عندي، وفي سهم جنبه، ده حجم الخط. بكبر او بصغر حجم الخط من السهم اللي انا بكليك عليه ده، وبيفتح لي العداد ده بحجم الخط، خلاص الفونت سايز. طيب جنب منهم في علامه الايه كابيتال، وجنب منها كده سهم طالع فوق، وفي الايه كابيتال صغيره والسهم نازل تحت. الامرين دول انا بكبر وبصغر بيهم الخط ليفل واحد، يعني مستوى واحد. يعني انا دلوقتي المستوى 18، المستوى اللي بعده المفروض 20، فانا بدل بقى ما بفتح السهم ده وانزل لل 20، لا انا اروح اكليك هنا الاقيه وصلني لل 20، والعكس صحيح، لو كليكيت هنا بيديكريز يعني بيقلل لي حجم الخط ليفل واحد، يعني ال 20 المفروض تبقى كام هنا؟ تبقى 18 اهو. يبقى هو بيزود لي او بينقص لي حجم الخط ليفل واحد، خلاص. ده بالنسبة لحجم الخط. في عندي كنترول، خلاص بلاش سيبنا من دي. طيب في عندي هنا بقى الكيس بتاعة السنتنس، ودي في حالة أنا ما بكتب نص باللغة الإنجليزية. عارفين كده لما عايزة الجملة تبقى بادية بحرف كبير وباقي الجملة تبقى عادية، اسمها sentence case. فيخلي لي أول حرف من أول كلمة في الجملة اللي هو التنسيق بتاع البنكتويشن بتاع الجملة اللي هي باللغة الإنجليزية. اللور كيس لو أنا عايزة الحروف كلها small letters، طب capital upper case اللي كل الحروف تبقى capital letters. الخاصية دي طبعا مش بنستخدمها غير في اللغة الإنجليزية. capitalize دي لو عايزة كل حرف، أول كل حرف من كل كلمة ألاقيه capital letter، فلاقي هو الـ O والـ F T، أول حرف من كل كلمة ألاقيه إيه؟ capital. طيب الأمر اللي بعدها اللي هو clear formatting. إيه الـ clear format؟ أنا عملت تنسيقات على النص ده، عايزة أشيل التنسيقات دي. إحنا قلنا إن أنا بتراجع عن الأمر بكنترول زد، بس افرض اني انا مشيت في المستند بتاعي وعديت ورحت وجيت، وبعد كده رجعت لقيت اني انا عايزه اشيل التنسيق ده على الخط ده، كنترول ذات مش هتنفع معايا لان انا عملت خطوات كتيره مش هقدر اوصل لها. في عندي بقى الكلير فورماتنج، يعني مسح التنسيقات. انا عايزه اقول له كده رجع لي المستند، شايفين ايه اللي حصل؟ رجع لي الخط زي ما كان الاول، شال من عليه الافكتس اللي انا حطاها، سواء بقى لون حجم خط، رجعها لي وشالها لي عن المستند بتاعي او السليكشن بتاعي اهو. رجعني للاصل، شال اي فورمات انا عاملاه على السطر ده، رجعه للاصل من غير ما يكون فيه اي تنسيقات، خلاص. ننزل بقى للامر اللي بعده اللي هو الامر بولد. وانا عايزه المستند بتاعي الخط بتاعي يبقى سميك، بعمله بولد. خدوا بالكم الامر لما بنفذه بلاقي حرف الكوماند او الامر بلاقي حواليه كده مربع واخد اللون اللبني الباهت، معناها ان ده مفعل. طب هنا اللي بعده ده الامر ايتاليك، ايتاليك يعني مائل، انا عايزه الخط يبقى مائل شويه، كبره عشان تشوفوه اهو كده ايتاليك، انا شلت الايتاليك كده، كده بقى ايتاليك وبولد، خلاص كده مش بولد. في حاجة عندي اسمها الأندرلاين، أنا عايزة أحط خط تحت السطر بتاعي، فأنا بعمل إيه بقى؟ بروح حرف اليو، حرف اليو ده أول حرف في كلمة أندرلاين، يعني خط سفلي. أنا بقى بختار من الأنماط المختلفة دي، وكل نمط وليه مسمى، ما
اندرلاين، ده بقى دبل اندرلاين خطين. مش بس كده، ده انا كمان بقدر العب في لون الخط الكالر بتاعه، بخليه بقى اللون اللي انا عايزه، لون الخط السفلي مش خط الكتابه. تمام، ممكن اخليه هنا ويفي اهو. في عندي كمان حاجات اكتر، داش وهكذا. خلاص، ده بالنسبه للاندرلاين. الاي بي واللي عليه خط دي لو ستريك ثرو، اللي هو لو انا عايزه احط خط شطبه كده على الـ على الـ على الخط. الاكس 2 والاكس 2 اللي هي السبسكرايب والسوبر سكريبت، دي اللي هي انا لو انا مثلا بكتب المعادلات الكيميائيه او في الرياضيات لما بنكتب الاس. يعني مثلا انا اقول مثلا سنتيمتر مربع مثلا، انا عايزه اقول سنتيمتر مربع، فطبعا الاثنين المربع انا ما بكتبهاش جنبها، يعني لو كده مش سنتيمتر مربع، برفعها شويه. فانا بروح للاكس اللي هي 2 اللي هي سوبر سكريبت دي، همسح الاثنين الاول، او احددها الاثنين احددها واروح للسوبر سكريبت كده. اهو شايفين بقت سنتيمتر مربع، الاثنين طلعت شويه. او مثلا بكتب الاس 3 اس 2 او سين اس 3، مثلا سين، واروح هنا بعلامة الاس دي واكتب 3. تمام، يبقى دي اللي هي ايه، طبعا العلامات دي مش اي حد بيستخدمها. دي برضو اللي هي مثلا لو انا بكتب رمز كيميائي، مثلا H2O، فده رمز مثلا رمز الميه. فانا لا، التو دي المفروض تبقى نازله تحت، فهعلمها واروح ايه اديها اللي هي سبسكريبت. تمام، ده بالنسبه للسبسكريبت والسوبر سكريبت. طيب نيجي بعد كده بقى للإفكس، ودي عبارة عن إفكس أنا بطبقها على التكست. كل حاجة هنا بترتبط بالخط أو التكست. أنا ممكن أدي التكست إفكتات جاهزة زي كده، السمارت آرت إفكتات أنا بطبقها على التكست كنوع من التنسيق، يعني للعناوين بتاعتي او للمستند بتاعي. في عندي بعد كده بقى الهايلايت. الهايلايت ده اللي هو لما بدي باك جراوند او خلفيه للكلمه، بظللها كده بديها باك جراوند في الوان مختلفه. عندي اطبق الباك جراوند باللون بتاعه، لايت جرين، تركواز، حسب اللون اللي انا عايزه ايه بقى عايزة أطبقه. خلاص، لو عايزة أشيل الكالر أقول له نو كالر، كده أنا شلت إيه، شلت الباك جراوند بتاعت الكين نو كالر. خلاص، طيب خلينا نطبقه عشان نبقى عارفين. طيب آخر حاجة بقى اللي جنبها دي لون الخط، الخط نفسه اللي أنا بكتبه، مش الخط اللي تحته ولا لا الكتابة. احنا هنا باللون الأزرق، فأنا بحدد لون الخط من هنا، بيجيب لي بقى مجموعة ألوان. أدي اللون الأسود ده اللون الافتراضي الأوتوماتيك يعني. بعد كده أنا بقى بغير اللون اللي أنا عايزاه أهو، حسب ما أنا إيه، حسب ما أنا عايزة
استخدم من الوان. ده بالنسبة لمجموعة الفونت. نتنقل بعدها بقى لمجموعة الباراجراف اللي هو الفقرة. مجموعة فقرة ببدأ فيها حاجة اسمها البوليتس. البوليتس اللي هو التعداد النقطي. خلينا ناخد صفحة جديدة. لو أنا عندي مجموعة نقاط لستة، يعني مثلا لستة بالأسماء مثلا، اي لست بقى باي حاجه، اسماء، مجموعه نقاط، بحب احطها كده، بعلمها بعلامات البالت. فانا بعمل ايه بقى؟ بطبقها ازاي البالت دي؟ بعمل سيليكشن الاول، وبعد كده بروح لمجموعه الباراجراف، وبروح هنا للبالت يطبق لي البالت الافتراضيه اللي موجوده عندي، اخر حاجه انا استخدمتها. طيب هو ده بس الشكل اللي عندي؟ لا، انا في عندي السهم هنا الصغير، دي معناها ان في حاجات تانية ممكن تظهر لي، او اوامر مختفية انا بظهرها لما بكليك على السهم ده، فبلاقي اشكال مختلفة اهو للبوليت، اهو بختار الشكل اللي انا ايه، الشكل اللي انا عايزاه. تمام، اكبر شوية. طيب البوليتس دي اقدر كمان اغير البالت من البالتس الموجودة دي لحاجة تانية. ايه الحاجات التانية اللي اقدر اغير فيها؟ في حاجة عندي اسمها define new bullet، يعني عين لي بالت جديدة خالص غير البالتس اللي موجودة عندك دي. طيب انا هجيبها منين define new bullet؟ بيفتح لي كده مربع حواري في symbol وفي picture وفي font. symbol رمز، يعني انا ممكن احط رمز من الرموز او symbols اللي احنا عارفينها، لما بكليك عليها بيفتح لي مجموعة السيمبلز الموجودة عندي على الجهاز، مجموعة كبيرة جدا من السيمبلز. بحدد السيمبل اللي أنا عايزاه وأقول له أوكي، بلاقيه عمل لي بريفيو للسيمبل كده هنا، وبقول له أوكي تاني، بلاقيه طبق لي أهو البالت في شكل سيمبل اللي أنا اخترته. خلاص، طيب أنا عايزة أشيل السيمبلز دي أو البالت دي، حاجة عندي هنا اسمها نون اهو شايفين، وانا واقفة عليها اتلغت السيمبلز او اتلغى العلامة اللي انا حطيتها. طيب ممكن كمان البالت دي انا اعين بالت جديدة على شكل صورة picture. انا هروح اقول له define new bullet، يعني عين لي بالت جديد. طب البالت دي عبارة عن ايه؟ هقول عبارة عن picture. دي ممكن تكون موجودة عندي على الجهاز work offline، انا هجيبها من الفايل من عندي على الجهاز مثلا، واقول له insert. هلاقيه عمل لي برضو بريفيو ليها هنا، اقول له اوكي، هلاقي اهو التعداد بتاعي بقى عبارة عن الصورة في على رأس كل نقطة من الليست بتاعتي. خلاص، ده بالنسبة للتعداد النقطي. طيب التعداد النقطي ده في عندي حاجة اسمها list level. list level انا مش ساعات لما باجي بكتب نقاط بيبقى نقطة ومنبثق تحتها نقاط بيبقوا تابعين ليها مثلا، ونقطة تانية رئيسية وتحت منها نقاط تانية، فالنقاط التانية المفروض المنبثقة منها المفروض بتبقى واخدة حتة داخلة شوية، اللي هو معناها انها مستوى اقل. فانا لو انا مثلا عايزة اغير مستوى البالت، انا بحدد البالت الاول مثلا احمد وتحت منه علي، فانا هقف على علي وهروح هنا واقول له change list level، واشوف بقى انزله مستوى. يبقى كده احمد كليست، احمد النقطة الرئيسية وتحت منها نقطة اسمها عادي، وهعمل انتر ونقطة تاني اسمها وهكذا. طيب محمد ده هعتبره مستوى اول من البالت، وابراهيم
أنا هعمل إنتر. وممكن برضو علي على فكرة أقول مثلا سين صاد، وسين وصاد دول أخليهم مستوى أقل، أروح هنا للباليت وتشينج باليت ليست وأنزل مستوى سين وصاد دول تبع علي، أروح للباليت وهنزل تشينج ليست ليفل أنزل مستوى. ده اللي هو التدرج في المستويات، ده بالنسبة لإيه؟ للبلد. طيب نفس الكلام زي في عندي تعداد نقطي، في حاجة عندي اسمها التعداد الرقمي. التعداد الرقمي إن أنا الليست بتاعتي ما تبقاش في شكل رموز أو صور أو علامات زي كده، لا أنا أخليها في شكل أرقام، تعداد رقمي 1 2 3. يعني أنا هحدد الليست بتاعي وهروح هنا للأرقام عند النمبرينج، وأختار بقى من المكتبة بتاعتي الرقم اللي أنا إيه؟ اللي أنا شكل الترقيم اللي أنا عايزاه. 1 2 3 أهو 1 2 3، في قوس من غير قوس بقى، التعداد اللي هو الـ الأرقام الرومانية دي ABC لو أنا عايزاها ABC وهكذا. تمام، ده اللي هو التعداد الرقمي. طبعا لو انا عايزه الغي فبقول ايه؟ بقول نون كده، انا بلغي التعداد. طيب نيجي بقى هنا برضو، انا عندي في حاجه هنا اسمها المحاذاه، او ناخد الاول اتجاه الكتاب. دلوقتي انا بكتب عربي، بكتب باللغه العربيه، تمام، هلاقي المؤشر، شايفين المؤشر موجود فين؟ موجود هنا وأنا بكتب عربي. فاتجاه اللغة أنا بحدده من مجموعة باراجراف، بروح هنا كده التكست أو التكست دايركشن، أو اسمها التكست دايركشن اللي هو اتجاه التكست. أنا عايز أكتب من right to left، من اليمين للشمال، وأكتب بشكل طبيعي هو بكتب من اليمين للشمال. لو النص عندي إنجليش أنا بكتب إنجليش، فأنا المفروض أغير الاتجاه يبقى left to right. هلاقي اتجاه الكتابة إيه؟ الكتابة اتغير. تمام، هجيبها كده هتبقى يمين، كده تبقى شمال، بدأ اتجاه الكتابة. طيب تعالوا نرجع للتعداد اللي احنا عملناه ده. في حاجة عندي اسمها السورت أو الترتيب، إن أنا عندي نص وعايزة أعمل له عملية سورت أو ترتيب تصاعدي أو تنازلي. فأنا لما بحدد النص اللي أنا عايزة أعمله ترتيب، بروح للأمر سورت من مجموعة باراجراف. لما بروح لسورت بيفتح لي المربع الحواري ده، بيقول لي إن أنت بتعملي سورت التكست. أنا بعمل ترتيب لنص، النص ده في باراجراف، عبارة عن باراجراف، هو عبارة عن تكست ما هوش نمبر. تمام، هو already لقط بقى ان اللي انا كاتباه ده تكست. الترتيب بقى عايزاه ascending او descending. ascending لو تصاعدي اللي هو الف ب ت س، descending اللي هو بقى يجيبها لي من ورا من الياء للالف. انا لو قلت له ascending هيغير لي، بصوا كده الترتيب عشان تبقوا عارفينه، بدأ بعلي، هيغير لي الترتيب ascending، بدأ بالسين او صاد عين ميم واو، يبقى ده ترتيب ascending. لا طب انا عايزه الترتيب يبقى تنازلي descending، اقول له descending، هلاقيه جاب لي بقى من حرف الواو لحرف السين، ده الترتيب. نفس الكلام لو انا كاتبه مجموعه ارقام، بالمناسبة دي ان انا دلوقتي لو انا بكتب باليت فبكتب انتر بيفتح لي باليت جديدة،
بكتب فيها عادي انتر وباليت جديده. طبعا عايزه اخرج من كتابه الباليت دي، فبكليك انتر مرتين، كده هيخرجني من ايه؟ هيخرجني من التعداد النقطي او الرقم اللي انا فيه. تعالوا كده هنكتب ارقام كفاية دول، هنغير اتجاه كده. عايزة بقى أعمل لهم عملية سورت، ترتيب نفس الكلام، هروح لسورت من مجموعة باراجراف. شايفين المربع الحواري اتغير هنا بقى، بيقول لي أنت بتعملي التايب، نوع الداتا اللي أنت عايزة تعملي لها ترتيب دي عبارة عن نمبر. أوكي، عايزاها بقى تصاعدي ولا تنازلي؟ أنا هقول له ascending، بدأ بالثلاثة 34 لحد أكبر رقم. طبعا عايزة العكس بهقول له descending، هيرتبهم لي من الأكبر للأصغر وهكذا. ده بالنسبة للترتيب التصاعدي أو التنازلي أو عملية السورت. طيب نيجي هنا بقى الباراجراف ماركس، هي علامات الباراجراف اللي هي علامات التنسيق اللي مختفية، اللي هي مثلا زي أنا خدت مسافة فدي ليها علامة. العلامات دي مش بتظهر في الطباعة أو مش بتبقى ظاهرة عندي في المستند. العلامات دي بتساعدني إن أنا أتعرف على حاجات معينة في المستند بتاعي، يعني في أوامر أو حاجات مرتبطة بيها هبقى محتاجة إن أنا أظهر العلامات دي علشان أشتغل بناء عليها. لما هكليك عليها كده هتبقى مفعلة. شايفين العلامات اللي ظهرت دي؟ دي علامة الباراجراف. هنا في بريك معناها إن أنت واخدة فاصل صفحات، بيقول لي كل حاجة أنا عاملاها في المستند من التنسيقات. الحاجات دي ما بتظهرش في الطباعة، ما بتظهر ليش في المستند غير لما أنا أظهرها، وبتساعدني في المستند بتاعي في حاجات تانية هنعرفها بعدين لما تيجي هقولها لكم. دي مثلا معناها إن أنا في هنا باراجراف، أنا واخدة إنتر، واخدة تاب، أنا كليكيت تاب، كليكيت مسافة، لو في حاجة هيدن، حاجة مخفية، كل العلامات دي بتظهر لي من خلال الباراجراف مارك. انا عايزه اظهرها بكليك عليها تبقى مفعله، عايزه اخفيها بكليك عليها كده تفعيل الباراجراف مارك، خلاص اختفت مش موجوده بالنسبه لي. خلاص ده بالنسبه للباراجراف ماركس. نيجي هنا بقى، هنا اللي هو المحاذاه. انا دلوقتي بكتب عربي لكن انا شايفه نفسي ان انا جايه النص بتاعي ناحيه الشمال، فما ينفعش ابقى بكتب عربي وجاي شمال، ده المفروض انا بكتب عربي المفروض بكتب ناحيه اليمين، اتجاه الكتابه بتاعي ناحيه اليمين، يعني ادي النص ده عربي. فشايفين هنا المحاذاه بتاعته الاين ليفت، المفروض انا اعمل له الاين رايت. على ايه عمل محاذاه ناحيه اليمين؟ نفس الكلام هقف على الباراجراف ده، على ايه هنا معمول له الاين او محاذاه شمال؟ لا انا عايزاه يمين، هكليك يمين كده هيعمل لي محاذاه ناحيه اليمين. انا عايزه اوسطنه بقى اخليه سنتر ده في النص، فبكليك هنا بقى يخليه لي ايه في نص المستند. وطبعا عمليه المحاذاه دي بتبقى بالنسبه للهوامش وكده، وهناخد الحاجات دي في لما ناخد تخطيط الصفحه وكده. ده بالنسبه للمحاذاه يمين شمال او في النص، حسب احنا قلنا حسب اتجاه اللغه بيرتبط بمحاذاه النص. انا بكتب من اليمين للشمال او بكتب من الشمال لليمين، المفروض انا جايه عشان كده لما انا بكتب الليست عايزه انسقها وعايزه اجيبها الاقيها جت من يمين جت من شمال، لا انا احاول اظبط بحيث تيجي معايا شمال، لو انا بكتب انجلش تيجي معايا شمال في نفس الوقت يبقى اتجاه اللي هو برضه ناحيه الشمال. ده بالنسبه للمحاذاه. وهنا برضه جاستيفاي اللي هي ان انا بخلي التكست ياخد الشكل عارفين شكل التكست لما بقى كده في محاذاه كده بالظبط، مفيش حته طالعه عن حته، محاذاه اللي هي مظبوطه. ده بالنسبه للجستيفايد. طيب نيجي هنا بقى اللي هو اللاين والباراجراف سبيس او اللاين سبيس. احنا لما بنكتب في العادي في الكراسات بتاعتنا ساعات بنكتب على سطر ونسيب سطر، ساعات ما بنسيبش سطر. هي دي قصه اللاين سبيس اللي هي المسافات اللي بين السطور. انا عايزه المسافه اللي بين السطور في الباراجراف تبقى
واحد. بصوا كده، أنا لما بقف على الرقم المسافة اللي بين السطور بتتغير، هي دي اللي هي اسمها اللاين سبيس أو المسافات اللي بين السطور في الباراجراف. طبعا اللي بيتحرك معايا الباراجراف اللي أنا محددة فقط. احنا قلنا select and effect، أنا لما بحدد السليكشن أنا بعمله هو اللي بيطبق عليه الإفكت اللي أنا إيه اللي أنا بختاره، مش هيتطبق على أي حاجة تانية اللي أنا عاملة لها selection أو تحديد. خلاص، دي اللاين سبيس. ممكن احدد او اعين لاين سبيس غير الموجودين دول. في عندي حاجه اسمها اللاين سبيس اوبشنز، خيارات اللاين سبيس. باجي هنا بقى وبحط الرقم، لو الرقم مش موجود من ضمن الارقام اللي موجوده عندي دي، انا ببدا احط الرقم اللي انا عايزاه. مثلا 2، واقول له اوكي اهو اللاين سبيسنج على ايه بقى 2. خلاص الرقم مثلا 2 اللي هي موجوده اوريدي. لو رقم مش موجود عندي هنا، يعني مثلا لو 1.8 مثلا، يبقى هروح هنا للاين سبيس اوبشن واكتب 1.8، 1 كده بوينت 8، واقول له اوكي. او ممكن اجيبها من هنا، دي مجموعة الأوامر اللي هي خاصة بالباراجراف، هم بس هم جابهم لي في مربع حواري بحيث أتحكم فيهم أنا بقى، بدل ما عنديش لاين سبيس هنا لا أجيبه من هنا وأبدأ إيه أكتبه بإيدي. ده بالنسبة للاين سبيس. طيب الحتة اللي فوقيها دي اللي هي الإندنت، اللي هي المسافة البادئة. عارفين كده لما بنيجي نكتب باراجراف مش بنحب كده نسيب كده مسافة في البداية، فأنا لو كليكيت عليها كده بياخد لي مسافة ناحية اليمين أو ناحية الشمال، بحيث يبقى سايب سبيس قبل الباراجراف أو بعده. ده بالنسبة للإيه؟ للباراجراف للإندنت أو المسافة البادئة، اسمها المسافة البادئة. في حاجة بقى، لو أنا عايزة المسافة البادئة دي، يعني إحنا عندنا في الإنجليش لما نيجي نكتب باراجراف بنسيب مسافة بس في السطر الأولاني، مش كده؟ لو أنا عايزة أخلي السطر الأولاني بس هو اللي فيه مسافة بادئة، فأنا أروح هنا وعند special، عند indentation special، وأروح أقول له first line. أحدد بقى أنا عايزة السطر الأولاني يبقى داخل قد إيه؟ 4، دي 4.10 إنش. بصوا اللي أنا بطبقه بيظهر هنا في البريفيو، هقول له اوكي خليها 4، دول 4 انش. شايفين اهو الباراجراف بتاعي بقى سايب مسافه بادئه بس فين؟ في السطر الاولاني، كان باقي الباراجراف مكتوب عادي بمحاذاته الطبيعيه مش سايب اندنت لي. لكن احنا لما كنا بنعمل اندنت من هنا بيطبقها لي على الباراجراف كله. بصوا لو قلت له هنا اندنت، شايفين زحلي، عمل لي ازاحه للباراجراف كله. لا طب انا عايزه السطر الاولاني بس، يبقى انا هروح اعمل ازاحه من هنا من عند indentation واقول له الفيرست لاين، يعني السطر الاولاني بس، وزحهولي بقد كده، اقول له المساحه اللي انا عايزه ازيحه بيها. خلاص ده بالنسبه للindentation. طيب نسيب بقى مجموعه الباراجراف، لا لسه والله في عندي حاجه هنا اللي هو الشيدنج. ايه الشيدنج ده؟ احنا هنا اخذنا الهايلايت، ان انا بعمل هايلايت على كلمه، يعني انا محدده كلمه وهعمل لها شيدنج هنا بيحدد لي الكلمه بس. لكن الشيدنج هنا لو انا عايزه اعمل شيدنج للباراجراف بمساحه الصفحه، بصوا كده بيزود المساحه، يعني انا بعمل على كلمه لكن هنا بيعمل لي على باراجراف بالكامل. بصوا بيديني باك جراوند للباراجراف كله، انا مش محدداه بس انا رحت من هنا كله عمل لي ايه؟ عمل لي شيدنج بامتداد الصفحه بتاعتي. مش بس كده كمان، ده انا اقدر الباراجراف اقدر اعمل له ايه بقى؟ اقدر اعمل له بوردرز، حدود يعني. تعالوا نشيل نو كولر،
الباراجراف ده انا عايز اعمل له بوردرز، احطه كده في مربع يعني مثلا كده. انا بعمل بوردرز، بس بوردرز مين؟ لباراجراف، لان احنا هناخد بعد كده ازاي اعمل بوردر للصفحة كلها. لا، انا في باراجراف معين عايزة اعمل له بوردر وحدود، فمن هنا من مجموعة الباراجراف. كل دي تنسيقات احنا بنحكي فيها على الباراجراف. طيب نسيب مجموعة الباراجراف ونروح للستايل. ايه الستايل دي بقى؟ احنا الحاجات اللي فاتت دي كلها كانت عبارة عن ايه؟ كانت عبارة عن تنسيقات للخط، وبميل الخط وبخليه بولد واديله افكت و الحاجات دي كلها اتجمعت في حاجة اسمها ستايلز. ستايلز جاهزة، انماط للخط، نوع للخط، وحجم و جمعهم لي في حاجة اسمها ستايل. بدل ما اروح انا بقى واعملهم بشكل مانيوال بايدي بشكل يدوي، اكبر واصغر واعمل، لا، ده هو قال لي ان في ستايلات جاهزه انا ممكن تطبقيها مباشره على التكست بتاعك. يعني اكتب التكست بتاعي واروح للستايلز. تعالوا كده، هو انا كتبت السطر ده مثلا وعايزه اديله تنسيق عنوان، عايزه اديله عنوان، فاحنا العنوان بنكبره شويه وبنديله لون مختلف و هو هنا بقى جهز لي حاجه اسمها ستايلز جاهزه، في حاجه اسمها هيدنج 1. تمام. تايتل، لو انا عايزه انسقه على ان هو عنوان او تايتل. كوتيشن، لو انا حاجه كوت، حاجه مقتبسه كده. دي كلها ستايلات ايه؟ ستايلات جاهزه منسقه بالوان وبنوع خط وبحجم خط وبحاله خط. كل الحاجات دي اللي انا بعملها بشكل يدوي هو جهزها لي في ستايل جاهز. خلاص، طبعا مش ممكن اطبقها على باراجراف كامل، ممكن اطبقها على عنوان بس، تبقى هيدنج 1. لو هيدنج 1 هطبقها هيبقى عنوان كلمه او كلمتين. طيب بالنسبه للستايلز، مش بس كده، انا ممكن كمان اعمل ستايل بنفسي. يعني اروح لهنا حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها كرييت ستايل او نيو ستايل. كرييت ستايل، انا هبدا بقى اديله اسم، هسميه مثلا باسمي، وابدا بقى الستايل ده اروح لموديفاي، يعني عدل لي. ابدا بقى اشوف الستايل ده انا هديله نوع خط ايه، هديله حجم خط قد ايه. انا مش قلت لكم الستايل عباره عن مجموعه الحاجات دي كلها ومتجمعه في الستايل؟ فانا كمان مش بس كده ان هو مديني حاجات جاهزه، لا، ده انا اقدر اعمل ستايل بنفسي، حاجه اللي عجباني وبتتماشى معايا، بتتماشى مع اسلوبي في الكتابه. تمام، اديله بقى الحاجات اللي انا عايزاها، التنسيقات المختلفه وهكذا. كده انا عملت ستايل اهو، هلاقيه ظهر اسم سهام، هلاقيه ظهر عندي ضمن الستايلات. هاجي بقى انا عايزه اطبق الستايل ده على عنوان معين، هقوم جايه محدده العنوان ده، ولا بلاش، واروح مدياله الستايل اهو. كده طبق لي ستايل جاهز من غير ما اروح بقى للفونت واروح للخط لا، انا حاجات معينه انا عايزاها بعمل لها ستايل، او بختار من الستايلات الجاهزه، مش مشكله. ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للستايلز. طيب نروح بقى للمجموعه اللي بعدها، مجموعه فايند وريبليس وسلكت. فايند وريبليس وسلكت، دلوقتي انا عايزه اروح لحاجه بشكل سريع بسرعه. يعني انا عندي مستند بتاعي بيتكون من فصلين، 3 4، كل فصل فيه 50 صفحه ولا 30 صفحه، فانا محتاجه ان انا اوصل لكلمه معينه علشان هعمل عليها حاجه معينه، تنسيق معين او whatever الحاجه اللي انا عايز اعملها. فانا في عندي الامر فايند. فايند بيندرج تحته فايند وادفانسد فايند وجو تو. انا لو قلت له فايند بيعمل لي عمليه سيرش او بحث. فايند دي انا ممكن اجيبها من فايند، وممكن كمان اروح لقائمه فيو هلاقي عندي حاجه اسمها نافيجيشن بين، وهتشيك عليها هتظهر لي هنا على ايدي الشمال.
هبدأ بقى أدور على الحاجة اللي أنا عايزاها. أنا عايزة، أنا بدور على عنوان مثلا على سبيل المثال، أهو ده عنوان هيدنج. هيبدأ يروح لي للمكان اللي أنا عملت عليه سيرش ويظلله لي. الكلمات اللي أنا كتبتها هنا هيروح يدور عليها في المستند ويظللها لي. كل الكلمات اللي اسمها على سبيل المثال هلاقيه إيه؟ هلاقيه ظللها لي. هي واحدة بس على سبيل المثال، تمام؟ خلاص أنا رحت لها ليه؟ أنا رايحة لها عشان هعمل حاجة معينة عندها، همسح، هغير تنسيق، هضيف حاجة، هعمل حاجة. هو ده أمر مهم بيساعدني إن أنا أوصل للأماكن اللي أنا عايزاها بسهولة ويسر. طيب في عندي بقى الجوتو برضو زي فاين، بس الجوتو بيفتح لي مربع حواري وبحدد هنا بقى الحاجة اللي أنا عايزة أروح لها. أنا عايزة أروح لسطر معين، هكتب له بقى رقم السطر لو أنا مسطرة رقم الأسطر بتاعتي. لو في حاجة عندي اسمها بوك مارك هناخدها كمان شوية، أنا عاملة بوك مارك علامة مرجعية. طيب البوك مارك اللي أنت عاملاها دي اسمها إيه؟ أروح أحدد اسمها هنا وأقول له جو تو، هلاقيه وداني عندها بسرعة. كومنت، أنا المستند بتاعي كبير ومليان كومنتات، فأنا عايزة أروح لكومنت معين، فهروح هقف عند كومنت وهطلع هنا الاسم الكومنت، المفروض هيديني ليست بالكومنتس اللي عندي في المستند، هكليك عليه واقول له جو تو او روح له فوت نوت. حاجات كتيرة قوي، اي حاجه في المستند تخطر على بالك، تيبل، في تيبل معين هيقول لي التيبل رقمه كام، جرافيك، في جرافيك معين، كل دي حاجات انا بحتاج اروح لها، فانا بحددها هنا من جو تو وادي له هنا بقى اسمها او رقمها، فبيوديني ليها ايه؟ بيوديني ليها على طول. ده بالنسبه لجو تو. طيب في امر تاني عندي اسمه ريبليس. والله يا جماعه انا المستند بتاعي كتبت فيه كلمه بس انا عايزه اشيلها واستبدلها بكلمه تانية، مثلا كلمه، هكتب مثلا كلمه وورد مثلا، اجي هنا مثلا ماشي، هنا مثلا خلاص انا كتبت، انا المستند بتاعي كده فيه كلمه وورد بالعربي بس انا عايز اغيرها واخليها بالانجلش مثلا، فانا هروح لحاجه اسمها ريبليس. ريبليس يعني استبدل، يعني عايز اقول له في نص فلاني هتوجده لي فايند وات، يعني دور لي على النص الفلاني اللي اسمه وورد، وبعدين ريبليس ويز واستبدلهولي، يعني شيل بقى كلمة وورد دي واستبدلها لي بكلمة، استبدلها بكلمة وورد. هقول له ايه بقى؟ ريبليس اول. هيبدأ بقى يظهر لي بقى المربع ده، بيقول لي تمام انا لقيت اربع كلمات اسمهم وورد دي واستبدلتهم بالاربعة اللي هي الوورد الجديدة، دن، خلاص انا نفذت العملية. انا هقول له ايه؟ اقول له اوكي. بعد كده هعمل كلوز، هروح بقى لكلمه وورد، شايفين اهو احنا كتبناها في الجدول هنا اهي، كتبناها بالعربي، لقيته استبدل لي كلمه وورد بكلمه وورد بالانجلش. ده بالنسبه لفايند وريبليس. سيلكت هنا انا قلت لكم اهم ما فيها الامر اللي هو سيلكت اول، لو انا عايز اعمل سيلكشن للمستند بتاعي كله علشان هطبق عليه ستايل معين او هطبق عليه فونت معين، حجم خط معين، فانا بعمل سيليكشن للمستند كله وابدا بقى اشوف انا عايزه اطبق عليه ايه. انا كمان ممكن اعمل سيليكت الاوبجكت لو المستند بتاعي في كائنات، انا هبدا هيظهر لي هنا بين بالكائنات اللي موجوده عندي ويبدا بقى يظهرها لي هنا اهو، هلاقي عندي حاجه اسمها رسم تخطيطي، تمام هيوديني عندها يظهرها لي بقى او يخفيها، شو او هايد. دي كلها حاجات بتساعدني في التنقل بتاعي جوه المستند اللي انا بشتغل فيه. طيب في حاجه عندي هي ديتكت، دي حاجه جديده في الوورد، اللي هي ان انا بملي البرنامج، ان انا بمليه النص وهو يكتبه.
بدل بقى ما استخدم الكيبورد واقعد انا اكتب، لا ده انا بملي له النص وبيكتبه. بس الديتكت دي بيدعم اللغة الإنجليزية فقط. يعني هقول له مثلا good morning، good morning، بس انا قافله الصوت على فكرة يا جماعة. بس المهم ان هو ايه، بيسمع الكلام اللي انت بتقوله ويبدأ يكتبه لك، بس عشان انا قافله الصوت عن اللاب فهو ما فيش حاجة واصلة عنده. ده اللي هو الديكتيشن، الإملاء انا بمليه وهو بيكتب. تمام. طبعا الموضوع ده برضو بيساعد الناس اللي هي مش بتشوف تكتب. برنامج الوورد هنلاقي حاجات فيه كتيرة بيساعد فيها الناس اللي هما البلايند مش بيشوفوا، بالتالي الإملاء دي حاجة من ضمن الحاجات وبساعدنا احنا. يعني انا بدل ما اقعد اتعب نفسي واقعد اكتب وادور على الحروف، انا بمليه وهو بيكتب ورايا. انا كنت عايزة اعملها لكم بس دي معلش عشان الصوت مقفول عندي ومش هينفع، مش هينفع افتحه هيعمل شوشرة. اديتور دي اللي هي الاخطاء الاملائيه والسبيلنج والجرامر، ودي هنشوفها قدام في قائمه ريفيو، قائمه مراجعه هنلاقيها هنا، فهنأجلها لقائمه مراجعه علشان ندخل سريعا كده على انسيرت وناخد حتى فيها اي حاجه. ادراج، انسيرت اللي هي ادراج. احنا طبعا بنتعامل مع برنامج الوورد نصوص، ولكن ده ما يمنعش ان انا بحتاج ان النص بتاعي بحتاج ان انا بضيف له صوره، بضيف له جدول، بضيف له دايجرام، رسم توضيحي. كل دي حاجات ما لهاش علاقه بالكتابه، ولكن انا محتاجه ان انا ادرجها في المستند بتاعي كنوع من تحسين لاداء المستند بتاعي. فانا دلوقتي عايزه ادرج صوره، عايزه ادرج جدول، فمن قائمه انسيرت انا بدرج الحاجات دي. بس احنا ناخدهم بالترتيب كده. في اول مجموعه عندي حاجة اسمها الكوفر بيج والبلانك بيج والبيج بريك، دي مجموعة البيج الصفحات. ايه الكوفر بيج دي؟ الكوفر بيج اللي هي صفحة غلاف، اني انا محتاجة اعمل غلاف للمذكرة بتاعتي او للفصل بتاعي اللي انا بكتبه ده. بكتب مثلا فصل في رسالة او بكتب بألف كتاب قصة، فمحتاجة ان انا احط لها كوفر بيج. فبروح لكوفر بيج هنا وبكليك على المثلث الصغير اللي جنبها، بيفتح لي مجموعه تمبلتس او مجموعه حاجات جاهزه، كفرات جاهزه. انا بختار الكفر اللي يعجبني وابدا ايه بقى احطه على المستند بتاعي. من المميزات اني انا كنت واقفه في اخر المستند لو تاخدوا بالكم، ولكن هو جاب لي الكفر بيج، جابها لي وحطها لي في بدايه المستند. ده ليه؟ لاني معروفه ان الكفر بيج بتبقى في البدايه، فهو اي مكان المكان اللي انا واقفه فيه لما اقول له كفر بيج هيبدا يحط لي الكفر بيج في بدايه المستند بتاعي. طبعا الكفر بيج المفروض بيبقى فيه تايتل، عنوان بقى واسم المؤلف والحاجات دي. هو بيجيب لي مكان للدوكيومنت اللي انا عايزه اكتبه، العنوان والسب تايتل، العنوان والعنوان الفرعي. بكتب بقى الكورس تايتل، اسم الكورس، ده حسب الكفر بيج اللي احنا مختارينه كمان. تمام. بعدل عليهم وبكتبهم مثلا مذكرات، مثلا بعدل عليه بقى براحتي. مش عاجبني الكفر بيج ده، انا ممكن اعمل له ريموف، ازاله، ريموف كرنت كفر بيج. لا عايزه ابدله بكفر بيج تاني، بروح عادي واختاره مثلا ده. وفي حاجه بقى اني انا التكست اللي انا بكتبه المفروض بقى بياخده وبيحطوه على الكفر بيج اللي استبدلته بيه، بس احنا ما كناش حاطين تايتل ولا سب تايتل. لكن البيانات او الداتا اللي انا بدخلها على الكفر بيج الاولاني بياخدها، بنقولها على الكفر بيج الجديد اللي انا ايه اللي انا إيه اضفته. طيب احنا كده اضفنا كفر بيج. انا عايزه اروح لنهايه المستند، في عندي امر اسمه كنترول اند. كنترول اند من الكيبورد يوصلني لنهايه المستند. طيب نهايه المستند دي ليه بقى انا عايزه اضيف صفحه جديده؟ انا واقفه هنا وعايزه اضيف صفحه للمستند، المستند بتاعي
8 صفحات، انا واقفه في الصفحه 8 وعايزه اضيف صفحه جديده، فهروح هنا الامر بيجز واقول له بلانك بيج. بلانك بيج يعني صفحه بيضاء، هينزلني صفحه جديده ويوقفني على اول الصفحه. طيب هتراجع انا، مفيش حاجه تخليني اروح لصفحه جديده. انا عندي كنترول انتر من الكيبورد، كنترول انتر من الكيبورد برضو توديني صفحه جديده، او لو انا واقفه على اخر سطر في الصفحه وكليكيت انتر برضو هيوديني صفحه ايه، صفحه جديده. ده بالنسبه لبلانك بيج. طيب تحت منها الامر البيج بريك، فاصل صفحات. ايه فاصل صفحات ده؟ ان انا مثلا واقفه هنا، تمام، عايزه المحتوى اللي بعد الصاد من اول السين كده بقى عايزاه ياخده وينقلني بيه لصفحه جديده، ما اروحش صفحه جديده بيضه، لا انا عايزه اخد المحتوى ده كله وانزل بيه على صفحه جديده. فانا هروح اقول له بيج بريك، على ايه اهو اخد المحتوى من اول ما انا كنت واقفه ونزلني بيه ايه تحت، احنا كنا واقفين عند الصاد، اللي تحته كله اخده ووداني بيه على صفحه جديده، ده اللي هو بيج بريك او فاصل صفحات. طيب نيجي بقى بعدها كده سريعا اللي هو التيبل، انسيرت تيبل، ادراج جدول. انا عايزه ادرج جدول في المستند بتاعي، فبروح لانسيرت تيبل. انسيرت تيبل هنا بلاقي فيه سهم صغير ده بكليك عليه، بلاقي اكتر من اوبشن عندي الانسيرت تيبل. في اوبشن اللي هو بيجيب لي طبعا اي تيبل عندي بيتكون من حاجتين، من خلايا سوري من اعمده وصفوف، ده اسمه عمود وكده اسمه صف، لا سوري ده عمود، ايوه صح كده، كده اتنين كده، انا عمودين وصف، تمام. بنزل بقى لما بنزل كده دي ايه، دي صفوف، أعمدة وصفوف أنا بحددها من هنا، وبيكتب لي هنا من فوق بقى عدد الأعمدة والصفوف، أنا كده عمود وصف، عمودين وصف، فأنا بحدد بقى العدد اللي أنا عايزاه. آخري هنا في الموضوع ده 10 في 8. طيب افرض الرقم ده أنا بالنسبة لي مش هو الرقم اللي أنا عايزاه، فأنا بعمل إيه؟ بروح لإنسيرت تيبل واقول له انسيرت تيبل، بدي له الامر تاني انسيرت تيبل، هيبدا بقى يصر المربع الحواري ده، فبيقول لي عايزه اعمده عددها كام والروز عددها كام، الكولمز هدي له الرقم اللي انا عايزاه بقى براحتي، مش مرتبطه ب 8 و10 والكلام اللي كان جاهز ده. هدي له بقى عدد الاعمده، خليه 3 مثلا، اكتبه من الكيبورد عادي، وعدد الصفوف. طيب بعد ما كتبت عدد الأعمدة والصفوف هقول له أوكي، بس قبل ما أقفل أوكي في عندي هنا ملائمة المحتوى أو حجم الأعمدة والصفوف الخلايا دي للمحتوى اللي هتتحط فيه، مش هتكلم فيها دلوقتي لما نعمل الجدول الأول، بعد كده هقولها لكم. هقول له أوكي، كده هو كريت لي جدول بثلاث أعمدة، وده عمود وده عمود وده عمود، تمام. ده بقى صف، ده صف، وده صف، وده صف، وده صف. طيب الجدول بتاعي اهو، العلامه دي علامه البلس دي لما بتبقى ظاهره معايا كده معناها ان انا ماسكه الجدول، ابدا بقى احركه منها، تمام. طيب الجدول هنا شايفين المربع الصغير اللي هو في الاخر ده، ده انا بقدر اتحكم في الجدول اكبره واصغره من خلالها، بكليك عليها كليك شمال وابدا بقى اكبرها واصغرها ايه براحتي. خلاص ده بالنسبه لتحكمي في حجم العمود. طيب عفوا حجم الجدول، عايزه اعمل سيليكشن للجدول كله، فانا بقف هنا وبكليك كده انا عامله سيليكشن للجدول كله. الجدول لما بعمل له ادراج بيظهر لي هنا تبويبين بيخصوا الجدول اللي هم التيبل ديزاين واللاي اوت، فانا بتعامل مع الجدول من خلال التبويبتين دول. طب انا هقف بعيد عن الجدول، التبويبتين راحوا فين؟ اختفوا، تمام. دي معناها اني انا جدول او صوره بقى هنشوف بعد كده، اي حاجه انا بحطها في المستند بيجي التولز الخاصه بيها،
بيظهر لي التبويبات. التبويبات دي عبارة عن تولز خاصة بتعاملي مع الجدول ده، من حيث كل حاجة، من حيث الستايلات مثلا بتاعته. انا عايزة اطبق ستايل مثلا في التيبل ديزاين، انا عايزة اطبق ستايل معين بألوان وتنسيقات معينة على الجدول، فانا بروح وبختارها من حاجات جاهزة، وكل تنسيق او كل ستايل من الستايلات دي ليه مسمى. واحنا في المسابقة بتاعتنا مهم جدا المسميات، انا بتعامل مع الكائنات دي او الحاجات دي بالمسميات. يقول لي الجدول ده طبقي عليه الستايل اللي اسمه تيبل جريد تيبل 4، يبقى هروح هنا على الستايلات دي واقول له بقى فين التيبل جريد 4، اهو جريد تيبل 4، كليك عليه كده انا طبقت ستايل على الجدول بتاعي. تمام. عايزه اعمل له بوردرز مثلا، البوردرز بتاعته سيلكت الاول، عايزاها تبقى دبل، اهو وابدا اروح اطبق عليها بشكل ايه، بشكل يدوي يعني. طيب في ايه تاني بقى؟ في عندي البوردرز، لو انا عايزه اعمل حدود للجدول تبقى ظاهره كده الحدود كلها، لا انا عايزه مثلا الحدود الانسايد الداخليه، خلاص من هنا بعمل حدود، ومن هنا الستايل بتاعها او شكل الحدود بتاعتي يبقى عامل ازاي. دي حاجه من حاجات التيبل. طيب في عندي بقى هنا انا عايزه انا عملت الجدول وعايزه اضيف عمود تاني او اضيف صف تاني، تعالوا نشوف الجدول اللي جاهز فوق. انا بكتب طبعا في الجدول عادي من الكيبورد بكتب، وببدا بعمل التنسيقات دي عادي جدا اهو، من هون اختارهم. في برضو تنسيقات بالنسبه للكتابه دي جوه الجدول في اللاي اوت بتاع الجدول. زي ما قلت انا مثلا دلوقتي عايزه احط عمود او ادي عمود تاني في الجدول بتاعي، فاروح اقول له insert right left، انا عايزه اضيفه على يمينه، يبقى اقول له insert right، كده هضاف لي عمود على يمين مين، على يمين الجدول. أصغره. تمام. يبقى انا من لاي اوت بقدر اضيف عمود يمين او شمال، نفس الكلام اقدر اضيف صف، اضيف صف فوقيه بقى او اضيف صف تحتيه اهو، انا براحتي زي ما انا عايزه. كمان اقدر اجي اقف اخر خليه في الجدول واكليك كتاب من الكيبورد، بصوا بيضيف لي صف جديد، اكليك كتاب بيضيف لي ايه، بيضيف لي صف جديد للعمود. طيب في تكست دايركشن عندي، اللي هو اللي في اللاي اوت، حاجة عندي اسمها تكست دايركشن، انا عايزة بصوا الكتابة تبقى كده. تمام. الحاجات دي اللي احنا بنعملها في تنسيقات الجدول بتاعتنا. كمان الكتابة عايزاها تبقى ايه بقى، تبقى في النص، تبقى جاية يمين جاية شمال، في النص فوق او في النص تحت، دي كلها تنسيقات انا بعملها على الجدول
من اللاي اوت. ممكن نعمل كام حاجة كده هنا. عايزة أحذف يا جماعة، أقول له ديليت، أقول له ديليت رو، ديليت رو. بالكم هو بيحذف دلوقتي، بس انتوا مش واخدين بالكم عشان مش فيه داتا، عشان هو كبير أساسا الجدول بتاعنا. تمام، ممكن كمان إيه ديليترو. طيب الجدول ده انا اقدر اطبق عليه ايه؟ يعني اطبق عندي في اللي هو عملية السورت اللي احنا خدناها في الباراجراف، فاكرين لما قلنا بنعمل عملية ترتيب للمحتوى تصاعدي او تنازلي؟ نفس الكلام انا اقدر اعمله على الجدول بتاعي، ان انا بحدد العمود مثلا وهقول له في اللاي اوت اقول له اعمل لي سورت للعمود ده، وفي الامتحان يجي يقول لي اعملي سورت للعمود اللي اسمه فلاني، اعمله لي اسندنج او ديسندنج مثلا. تمام، هقول له اوكي. راحوا فين؟ هم نزلهم لتحت عشان الحاجات اللي فاضية دي. هو ايه؟ هو عملهولي أحمد دعاء محمود، رتبهولي إيه؟ تصاعديا. طيب أنا ممكن أقول له برضه سورت تنازلي وأقول له أوكي. تمام، وبرضه بيغير قصاده التابس التانية أو الأعمدة التانية. ممكن يقول لي غيري حسب السن، فأقول له سورت أوكي من الأصغر للأكبر. خلاص، ده بالنسبة للسورت في الجدول. طيب في حاجة عندي برضو اللي هي لو الجدول بتاعي أنا ممتد معايا، بمعنى إن الجدول في صفحة واتنين وتلاتة، في حاجة عندي اسمها الهيدر رو. إيه الهيدر رو؟ اللي هو رأس الجدول. أنا رأس الجدول ده عندي المفروض يتكرر مع كل جدول، يعني انا ما اجيش الجدول هنا وانزل تحت والاقي اسماء وانا مش فاهمه هو ده ايه، هبه مين، و12 ده عباره عن ايه، و125 ده عباره عن ايه. في حاجه عندي اسمها ريبيت هيدر رو، ان انا بكرر رؤوس الجداول دي في كل صفحه بيتكرر فيها الجدول. الجدول بتاعي خاناته كتير، يعني الروز بتاعته كتيره، فبالتالي انا عايزاه يكررها لي، فهقول له ريبيت هيدر رو، يعني كرر لي رؤوس الجداول دي في كل صفحه الجدول اللي بيبقى موجود فيها. طبعا الجدول بس مش طويل معانا. تمام، طيب
في ايه عندي تاني في الجدول بتاعي؟ في عندي حاجة اسمها اوتو فيت، اللي هو انا دلوقتي الجدول بتاعي المحتوى اللي جوه الجدول انا عايزاه يبقى اوتو فيت تو كونتنت، يعني يكون مناسب للمحتوى اللي مكتوب فيه، يعني على قد ما هو مكتوب فيه يبقى الحجم بتاعه. فلما اقول له اوتو فيت تو كونتنت معناها خلي لي حجم الخلايا قد الكلام اللي مكتوب فيه، ادي الاسم والسن وادي الرقم القومي اطول منها شويه، تمام، ده اوتو فيت كونتنت. طب انا عايزه اخليه اوتو فيت ويندو، يعني خليه لي كده منتشر على قد الويندو او النافذه او الصفحه اللي هو ايه اللي هو موجود فيها، وصلنه لي يعني في الصفحه اللي هو موجود فيها. ده بالنسبه لايه الاوتو فيت ويندو. فيكسد كولم ويدث، ده لو انا عايزه اثبت حجم الكولم، يعني كل الكولم يبقى قد ايه، يبقى قد الكولم التاني، تبقى احجامهم واحده خلاص، او سوري مش واحده ثابته. تعال نخليه كده هو اوتو فيت ويندو. طيب في حاجه عندي هنا اسمها ديستريبيوت كولم. ديستريبيوت كولم يعني خلي لي الاعمده متساويه، لما يطلب مني ان انا اخلي الاعمده كلها قد بعضيها يبقى اقول له ديستريبيوت كولم، والعكس ديستريبيوت رو يعني خلي لي الصفوف برضو ايه كلها نفس الحجم. ده بالنسبه لايه للاوامر دول. في عندي حاجه بقى اسمها ميرج سيلز برضو، انا عندي خليتين ثلاثه حتى وعايزه اعمل لهم عمليه ميرج. يعني ايه ميرج؟ يعني الخليتين دول اخليهم خليه واحده، هحددهم واقول له ميرج سيلز. كده شايفين اهو الخليتين الاخرانيين دول بقوا ايه، بقوا واحد. استنوا نعمل بوردرز اهو عشان تبان. شايفين الخليتين دول عملنا لهم ميرج. ميرج يعني ايه؟ دمجناهم مع بعض بقوا هما الاثنين خليه واحده. طب انا ممكن اعمل لهم عمليه سبليت عكس الميرج. سبليت، سبليت يعني اقسمها لي، لان انا عايزه الخليه دي تقسمها لي، اقول له سبليت. طب عايزاني اقسمها لي كام عمود وكام صف؟ خليها لي عمودين وصف واحد، يعني رجعها لي زي الاول. ممكن اكتر؟ اه ممكن اكتر. بصوا كده مثلا هقول له هنا سبريت سيل، خليها لي مثلا ثلاث اعمده وصف، وصفين براحتي خليها صف اهو، قسمها لي ثلاث اعمده وايه وصف. دي حسب المحتوى اللي انا هحطه في الجدول بتاعي. ده بالنسبه لعمليه الميرج او سبليت سيل. اقدر اعمل ديليت للتيبل، احذفه خالص، ديليت تيبل بيتحذف الجدول عندي. في حاجه عندي كمان تاني اللي هي اقدر في عند تكست. انا هنا بصوا التكست ده تكست عادي، اقدر احوله لجدول ازاي؟ من insert وتيبل، واروح اقول له convert text to table، يعني حول لي التكست ده لجدول. هيجيب لي المربع الحواري ده، هيسالني عن عدد الاعمده. المفترض ان الداتا دي انا دخلتها وفي بينهم حاجه، في بينها تاب مثلا، انا واخده تاب دايسه تاب من الكيبورد، او الكوما. عارفين الكوما؟ انا دايسه كوما او تاب بين كل مدخل من المدخلات دي، وبقى عندي تكست. فالتكست ده انا عايزه احوله لتيبل، فاقول له convert text to table اللي بينهم تابس، يعني انا واخده تاب بين الداتا دي، واقول له اوكي. هلاقيه عمله لي اهو، عمله لي ايه في شكل جدول. فهنا كده حول لي الجدول الداتا المكتوبه، بس لازم يكون في بينها كولم او تاب، حولها لي ايه لجدول. والعكس صحيح، يعني انا لو جبت الجدول ده، الجدول ده عايزه احوله لتكست، اروح للاي اوت هنا واقول له حول لي الداتا اللي جوه الجدول ده في تكست عاديه، convert to text، حولها لي التكست عادية، أقول له أوكي أهو. بس طبعا عشان الجدول ده داخل معاهم، أهم دول اللي كانوا في الجدول عندي. ممكن أرجعهم تاني لجدول، أقول له insert table، وأقول له convert text to table، تمام.
ده بالنسبة لتحويل الجدول لتكست والعكس، ان انا احول تكست لجدول. بيتهيألي ده كل ما يخص الجدول. في عندي برضو هنا الهايت والويدث اللي هو الارتفاع والاتساع بتاع الجدول بتاعي. انا عايزه ادي سايز معين للخلايا، عايزاها مثلا يكون ارتفاعها، بصوا كل ما بزود الهايت شايفين الارتفاع الخليه بيزيد بالانش او بالسنتي. الويدث نفس الكلام، مثلا كده خلالي الجدول بتاعي الويدث بتاعه 2 انش والهايت بتاعه 4 من 10. قصة الانش والسنت دي مقاييس، يعني انا في الامتحان اللي خلي لي الويدث والهايت بتاع الجدول كذا وكذا ويديني المقياس انش وسنت، بيديني بالاثنين. انا البرنامج بتاعي شغال بالانش هشتغل انش، لا البرنامج شغال سنت هشتغل سنت. قصة الانش والسنت دي من بجيبها من فايل واوبشنز. في حاجة عندي Advanced وعندي Display في Advanced والDisplay اللي هو العرض. في هنا حاجة اسمها Measurement Units. Measurement Units يعني وحدة القياس، وهلاقي من جنبها بقى هنا قائمة عايزاها بالإنش ولا بالسنتي، فأنا عادي ممكن أحولها من إنش لسنتي بالعكس، وعندي مليمتر وبوينت وكده، بس إحنا يا إنش يا سنتي. أنا أحولها لسنتي هلاقي اهو شايفين وحدة القياس عندي بقت ايه؟ بقت بالسنتي. تمام؟ ده بالنسبة للهايت والويدث بتاع التيبل. مش عارفة انا نكتفي بهذا القدر، انا حاسة ان انا زودت كمية كبيرة قوي، هو مليان الورد الحقيقة. لو نكتفي بكده النهاردة ونكمل بكرة إن شاء الله.